هادي النهارده منورنا ونجاح ساحق لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. تقول ايه للجمهور اللي جوه كله؟ ميرسي الاول يا انجي. بقول طبعا للجمهور يعني كلنا، اذا كنت انا او وائل احسان او الاستاذ يوسف معاطي او شركه الانتاج، كلنا تعبنا على الفيلم دوت عشان خاطر الجمهور، فرد الفعل الحمد لله الحمد لله. اول تعامل مع الكاتب يوسف معاطي، هنشوفك قريب تاني معاه؟ الحقيقه للاسف يعني انه اول مره، بس ان شاء الله بعد كده في اعمال باذن الله تكون مفاجاه باذن الله. محمد هنيدي النهارده بتفكر تعمل جزء تاني للفيلم بعد النجاح الكبير قوي اللي شفناه؟ والله احنا فكرنا بجزء تاني، بس الحقيقه في فكره جديده طلعت وان شاء الله تنفذ قريب، وهو نتحول لمسلسل باذن الله. مسلسل؟ ان شاء الله. اشمعنى؟ مسلسل هيديكي وقت او يدي الاستاذ يوسف معاطي مراحل يتكلم في مواضيع كتير في المجتمع، فاهماني، شخصيات اكتر، وان شاء الله يبقى مفاجاه مش عايز احرقه. شعبان مبروك ابو العالمين حموده، اسم الفيلم طويل قوي. ما هو اسم طويل عشان بطل الفيلم قصير، احنا بنقول للناس كده، لكن هو اسم، هو كان جريء شويه، جربناه على الناس، في ناس انبسطت وناس استغربت، ولكن الناس استوعبت الحمد لله. عايزه اهنيك تهنئه خاصه مني ومن كل الجمهور اللي موجود، وبنقول لك الف مبروك على فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. شكرا للنجم محمد هنيدي، الحقيقه يا جماعه حقيقي جامد. شكرا ميرسي، برافو. ومعانا كمان دلوقتي المخرج، المخرج وائل احسان، اتفضل. مبروك على الفيلم جدا. الله يبارك. طيب لو سألتك محمد هنيدي ايه اللي بيميزه عن بقية جيله؟ لا، كل ممثل له مميزات، ومميزات هنيدي كمان وشه البشوش. طيب عموما انا بشكرك جدا جدا بجد على وجودك معانا النهارده والعرض الخاص الخاص جدا لفيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. بشكر جدا المخرج وائل احسان، واستنونا اكيد وعروض خاصه ثانيه، عروض خاصه جدا جدا، والنهارده كنا مع فيلم شعبان مبروك ابو العالمين حموده. اهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ موجود يا فندم. الاستاذ يوسف معطي يا استاذ. يا جو، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. التصوير ماشي تمام الحمد لله. ايه؟ تتكلم بجد؟ دي فكره تحفه. عايز تعمل شعبان مبروك ابو العالمين حموده مسرح؟ الله عليك. وكده يا معلم نبقى عملناها ثلاثه، الفيلم والمسلسل والمسرح. انا موافق جدا، توكل على الله. اتفضل قدامي. ايه ده؟ ثانية. يا استاذ يوسف، استاذ يوسف قفل. يوسف معاطي المتهم الأول. المتهم الأول؟ خير يا فندم، في إيه؟ إحنا شرطة الأجزاء. شرطة إيه؟ الأجزاء. أنا مش فاهم حاجة، يعني إيه شرطة أجزاء؟ بعدين، اتفضل. اتفضل فين يا فندم؟ في إيه؟ امشي. إيه يا جودة اللي بيحصل؟ يا أستاذ أقول لك محامي؟ تقومني محامي وأنا حرامي فراخ يا جودة، كلم النقابة. امشي. إيه ده؟ فندم في إيه يا فندم؟ مش فاهم حاجة. بعدين امشي. يا نهار اسود يا جماعه، انا ممثل مش ارهابي. قدامي. امشي. ايه الاوفر ده يا فندم؟ انا ابتديت اخاف. انا قلت قدامي يعني قدامي. امشي. امشي اروح فين؟ ايه ده؟ لا سوري يا حضره الضابط، لو تكرمت، انا بس مش فاهم انا هنا بعمل ايه، ايه المكان ده؟ اخرس، انت لسه شفت حاجه؟ قدامي. هشوف ليه يا فندم حاجه؟ انا راجل ممثل وليه نقابه، وبعدين انا ما غلطتش في التمثيل، كل اللي قلته انا الاستاذ شعبان مبروك ابو العالمين حموده، يعني ما غلطتش في حد. وسالت قالوا لي ان هنا قسم الاجزاء، يعني ايه؟ قالوا لي بيقبضوا على الممثلين اللي بتعمل كذا جزء. ليه يا فندم؟ بعدين. لا مش بعدين، استاذ اسماعيل ياسين عمل اجزاء ما حدش كلمه. يا امشي. حاضر. انا مستغرب بصراحه. ايه ده يا استاذ صلاح السعداني صورته هنا ليه؟ ايه ده، انتوا قابضين عليه يا فندم؟ يا نهار اسود. استاذ صلاح سلامتك، انا عرفت، انا فهمت، يمكن عشان حضرتك عملت ليالي الحلميه ثلاث اجزاء. طب الاستاذ يحيى الفخراني كان معاك ما بقبضوش عليه ليه؟ لازم نعمل مظاهره يا استاذ صلاح، ده موضوع عجيب. كان عامل ثلاث اجزاء اهو. بعدين انا بس بعدين. يعني بحاول افهم، انا مش حاجه عجيبه بصراحه. ايه ده استاذ نور الشريف كمان؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، استاذ نور حضرتك ماسكينك ليه؟ فيلم حبيبي دايما كان جزء واحد. صح، يبقى عشان مسلسل الدالي عملته كذا جزء. احنا مش لازم نسكت يا استاذ نور بصراحه، ما يموتونا ما نمثلش بقى، صح ولا؟ انا عايز افهم بس، يعني الجهه اللي بنتعامل معاها دلوقتي تبع وزاره الداخليه ولا تبع معهد فنون مسرحيه؟ انت هتتجنن. بعدين هتتجنن يا فندم، حضرتك ما ينفعش كده، انا ليه محامي. طب حد يتصل باشرف عباية. الله، لا كلموا لي اشرف عباية يا جماعه. بص ايه ده ارحموني. يا ساتر يا رب، انا مظلوم. ده مين ده؟ مظلوم ده الاستاذ محمود المليجي. بلي. لا آه.
انا مظلوم، انا بريء. عم حسن حسني طبعا يا ريس، ما انت ما شاء الله عملت اجزاء كتير، لازم يقبضوا عليك. طب ولع النور. حاضر. يا خبر ابيض، الاستاذ غسان مطر. سلامتك يا استاذ غسان. انت مين؟ انت مش عارفني يا ريس؟ انا محمد هنيدي اللي عملت معاك فيلم امير البحار. الله، يبقى افتكرتني. محمد هنيدي وغلاوتك عندي انا تروى على الاخر. الف سلام عليك يا ريس، سلامتك. طب وجابينك ليه؟ انت اللي عملت فيلم اجزاء ولا مسلسل اجزاء؟ جاي في ايه يا ريس؟ شياطين البحر. فيلم شياطين البحر بتاع زمان؟ ليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ انا الكافتيريا. قضيت كافتيريا؟ كافتيريا، قضيت كافتيريا. كنت اعزم الشباب اللي معايا الممثلين محمد عوض ويوسف فخر الدين وحسن يوسف. اسقيهم واطعميهم على حسابي. خدت بالك؟ وبعد كده خدت لوح شوكولاته بالبندق واجوستين. روقت نفسك يعني؟ روقتهم وروقت نفسي. طبعا. فطبعا قالوا لي ايه ده؟ ايه ده؟ دي اموال الدولة. وانت ما دفعتش يا ريس؟ لا، ما حسبتش البوفيه. طب معلش يا ريس، يعني الحق حق بصراحة، الجماعة عندهم حق، يعني فيلم انتاج الدولة ماشي، بس ما تقعدش انت تعمل فيه ابو علي وتعزم محمد عوض. ازاي؟ ما انا عزمتك انت. انت عزمتني، عملت معاك فيلم امير البحار، ما جبتليش فنجان قهوة. يا راجل، انا اللي طعميتك في القهوة. انت طعميتي؟ لا سوري، مش قادر اتعاطف معاك يا عم غسان. انا اسف. يا سجان، يا سجان هتعمل ايه؟ همشي واسيبك، انا اتخنقت، انا فاكر حرام عليك يا راجل. صلي على النبي. خدني من هنا وعمل لي فيها فييس قوي، ولا جبت لنا شاي في الفيلم؟ يلا يا راجل بره، والله ما قاعد معاه. سلام عليكم يا عم هنيدي. سلم لي على الهام شهيد، قول لهم يرحموني. اهلا 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 اهلا، الله يخليك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. اتفضل. شكرا يا فندم. لا لا والله، اتفضل على كرسي. لا ما يصحش يا فندم. لا لا، ازاي؟ اتفضل اتفضل. متشكر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. شكرا يا فندم. معلش انا اسف. تحت امرك. طلب اخوي. تحت امرك. بنتي بس صفاء بتحب حضرتك قوي. يلا تحت امرك، ربنا يخليها ويحفظها ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل. ميرسي جدا. العفو. اتفضل اهو. والله يخليني قاعد. اتفضل اهو. ايه ده؟ انه في يوم اسود واخبر على كل جاسوس متآمر، تم مواجهة المتهم الثاني محمد هنيدي بالآتي. ايه علاقتك بشعبان؟ شعبان مين يا فندم؟ شعبان عبد الرحيم؟ هنستعبط، هنستعبط من اولها يا فندم. مفيش استعباط ولا حاجة، بس يعني انا طول حياتي ما عرفتش واحد اسمه شعبان. اخ اخ منكم انتوا يا فنانين، اخ. هتكذب عليا؟ عايز تفهمني انك ما تعرفش حد اسمه شعبان؟ خلاص فهمني حضرتك، لان واضح ان حضرتك عندك معلومات شخصية عني اكتر مني. طب يا سيدي، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، ولا اقول كمان؟ ايوه يا فندم، شعبان مبروك ابو العالمين حمودة، دي شخصية اتكتبت وانا مثلتها. ايه الموضوع يعني؟ بس كده ضابط ساذج. انا ساذج عشان اصدقك واكتب الكلام ده كله في المحضر؟ لا يا فندم العفو، انا ما قلتش كده، بس بصراحه يعني حضرتك مكبر الموضوع قوي، ده اوفر كده. ده يعني في ايه؟ انا مثلت شخصيه، ايه اللي حصل يا فندم؟ ولا حضرتك بتشتغلني بقى؟ اشتغلك ضابط فاضي وما عنديش شغل عشان اشتغلك. يا فندم العفو، انا ما قلتش كده ولا اقدر اقول كده، انا تحت امر حضرتك. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ تقديمك للشخصيه دي فأكثر من عمل، فيلم، مسلسل، وبتسعاله في مسرحية. يا فندم حضرتك لازم تعرف ان ده مش قراري انا، في مؤلف وفي مخرج وفي منتج كده يعني. تقديمك لشخصية المدرس الفلاح القروي الساذج قاصد تهينه وتسخر منه في المجتمعات الغربية. لا والله يا فندم بالعكس، ما كانش كده خالص. تقديمك لأبناء الوزراء بأنهم مجانين، عابسين، لاهين، القصد منه خلخلة السلام الاجتماعي في المنطقة. يا نهار اسود ومنايل، ايه يا جماعة في ايه؟ انتوا مكبرين الدنيا ليه كده؟ لو سمحت يا فندم، انا بطلب القبض على المؤلف والمخرج. لا يا حبيبي، الشيلة بقت كلها بتاعتك. الشيلة كلها بتاعتي؟ شيلة ايه؟ وانا اشيل شيلة ليه اصلا؟ وايه الموضوع؟ قريت جرايد بكرة؟ لا يا فندم. خد اقرا بقى. بص يوسف معاطي كاتب ايه؟ كاتب ايه حضرتك؟
شعبان أبو العالمين حمودة تأليف هنيدي، ووضعت اسمي مجاملة. لا أنا ما صدقش إن أستاذ يوسف يقول كده. حلو ماشي، طب إيه بقى رأيك في الفيديو ده؟ اللي أنا بحبهم يعني. أيوة إيه؟ هنيدي اتمسك. يعني أنا بصراحة في الفترة الأخيرة ما حبيتش أشتغل مع هنيدي شوية، يعني هو برضو تحس ان كده في تقل، في مشاكل يعني حاصله بيننا وبينه. وبعدين الحمد لله يعني ان انا حتى رفضت الفيلم الاخير اللي هو بتاع شعبان رمضان مبروك علينا حموده ده، وقلت له يعني الفيلم مش مناسب معاه يعني، فالحمد لله يعني. بصراحه انا حتى كمان قابلت النجمه محمد هنيدي وقلت له، حذرته كمان قلت له اوعى اياك والاجزاء، لان الاجزاء ده شيء وحش جدا، ده ناقص كمان يطلع لي في الاذاعه، يعني مش ممكن فيلم ومسلسل، لا 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 لا، شيء بجد مؤسف جدا. وتهرينا على مدار السنين من ليالي الحلميه للداري لكده النساء، لا فكره بجد سيئه جدا، لازم خلاص تنتهي بقى، ادمت قوي. كفايه ولا نقول كمان؟ لا كفايه يا فندم، رغم اللي انا شفته وسمعته من الزملاء ده مش دليل قاطع للادانه. لا ارتاح بذكاء، بس انا عندي قفلة الموضوع. ايه رأيك في البوستر ده؟ جبناه من قدام سينما مترو، تأليف محمد هنيدي، اخراج محمد هنيدي، انتاج. كفاية يا فندم كفاية، ارجوك كفاية، متشكر قوي. يمكن الحاجة الوحيدة اللي حصلت في المحنة دي ان انا عرفت الزملاء كويس، متشكر جدا يا فندم. يا فندم انا بعترف لحضرتك ان انا صاحب كل الجرائم دي، وانا اللي انتجت والفت وعملت كل حاجه، وانا كنت وراء اصرار فكره ان احنا نعمل اجزاء لحضرتك. انا هشيل كل الموضوع، وانا مع حضرتك، ويا ريت تكتب في محضر رسمي ان انا بعتزل التمثيل، لان انا ما يشرفنيش ان اشتغل مع زملاء يبقوني كده. ممكن اقعد مع نفسي شويه بعد اذن حضرتك؟ خد وقتك. شكرا. فظيع فظيع فظيع. مالك؟ ايه ده يا فندم؟ سوري. لا مفيش حاجه، انا عايز اروح بعد اذن حضرتك، انا واضح ان انا مجهد. شكرا على كل حاجه. شكرا يا فندم، شكرا، ربنا يخليك. فرصه سعيده يا فندم. شكرا. انا اسعد. الله يخليك. يا ريت بعد اذنك تحت امرك. طلب اخوي. عمر، بنتي صفاء بتحب تكتب الواجب بالقلم الاحمر. اتفضل يا فندم، اتفضل، ربنا يحفظها، اجيب لها كرتونه ان شاء الله. شكرا. العفو يا فندم. اختها ابتهال آه بتحب تكتب الواجب بالقلم الازرق. ربنا يحفظها يا فندم. شكرا. شكرا. بعد اذن حضرتك. شكرا. طب ما فيش حاجه ليا؟ حاجه زي ايه؟ تذكار يعني حضرتك؟ يا ريت. تحت امر حضرتك، بس تصدق انت راجل محترم، انا هديك حاجه غاليه عليا جدا. لا لا يا فندم، والله والله لا تلبسها، ارجوك ارجوك. شكرا جدا. شكرا. سلام عليكم. قلبي حاسس انه بريء. شعبان مبروك، شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان مبروك، شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك، شعبان مبروك، شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال اخلاقه، شعبان زيه ما هتلاقوا ابدا في جمال اخلاقه. استاذ علامه ولاؤه يابا للغه العربيه والاخلاق الحقيقيه، وعشان هيدوس عشان هيدوس عشان هيدوس عالشوك، وعشان هيدوس عالشوك، ايوه وعشان هيدوس عالشوك، ايوه. شعبان مبروك، شعبان مبروك، هو ما فيش غير شعبان مبروك، شعبان مبروك، يعني ما فيش غير شعبان مبروك، شعبان مبروك. شد ايدك على الطبلة يا هلا، حلو حلو، ارقص يا هلا وافرح يا لهوي. اي 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 يلا.
هيدوس عالشوك وعشان هيدوس عالشوك ايوه وعشان هيدوس عالشوك ايوه دوس يا ولد شعبان مبروك يعني ما فيش غير شعبان مبروك شعبان مبروك